رئيس نادي. إذن نستضيفوا عبد الله يعو لاعب نادي العرائش لكرة الطائرة واللي شارك في دوري وفاء لكرة الدوري الرمضاني لكرة الطائرة بمناسبة تتويج فريق في جيك. لا تكلمنا على المشاركة، كيف كانت مشاركة الفريق ديالكم في هذا الدوري؟ كانت المشاركة مزيانة وكان مستوى مزيان وشاركنا الحمد لله تفوقنا دينا الدوري ونتمنى ان شاء الله هذه الرياضة تزيد القدام في المدينة ان شاء الله. نعم لاحظنا بأنك الفريق ديالكم منسجم، يعني انتم منين كتشكلوا اللعبة؟ منين كتكونوا اللعبة؟ واش عندكم انتم من نادي كامل ولا كل واحد من تقريبا كاع حنا ولاد النادي كاملين يعني تربينا في نادي واحد وكشكر وامتنان رحنا انا كاملين يعني تجمعنا في هذا الفريق. وشنو هي الملاحظات باش يمكن تطور هذا الدوري؟ شنو هي كيفاش شفتوا يعني من ناحيه التنظيم من ناحيه ديال الملعب وهذا؟ واش الملعب كان لقيت شي صعوبات فيه؟ لا عادي.